السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حلويات صفاء. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة عمل كيك بيضة فقط، كيجي خفيف أخف من القطن، هشيش بزاف طالع وعالي. فكنتمنى أن هذه الوصفة هذه تنال إعجابكم، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله غادي نعطيكم الطريقة والمقادير في نفس الوقت. إذن هنايا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي خديته وضعت فيه جوج ديال البيضات، كاس من السكر، حبيبات، كاس من الزيت، كاس من الحليب، وكاس من عصير البرتقال. البرتقال تيكون عندنا طبيعي. غادي نضيف كذلك كاس من السميد الناعم اي الفينو او دقيق القمح الصلب الناعم، وغادي نضيف ملعقه كبيره من بشر البرتقال او البرتقاله محكوكه. غادي نضيف كذلك قبصه من الملح وملعقه كبيره من الخل. غادي نغطي الكاس ديالي وغادي ناخذ هذا الخليط هذا او المكونات كاملين غادي نطحنهم مع بعضياتهم لمده ديال دقيقه ونصف حتى دقيقتين، حتى نحسوا بان الخليط كله امتزج مع بعضياته وتخلط لنا مزيان، تطحن مزيان، دخل فيه الهواء صافي. وغادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نفرغه في اناء. كيفاش كتشوفوا الكثافه ديالو كيفاش كتكون كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف كذلك خمارة ديال 16 غرام، غادي نغربلها وغادي نغربل الدقيق الابيض الممتاز اللي يكون زوين. غادي نحتاجو كاسين من الدقيق ما يعادل 200 غرام. غادي نضيف الدقيق على دفعتين، نضيف الدفعه الاولى وغادي نخلط جيدا حتى ما يبقاوش كيبانوا عندي حبيبات. من بعد غادي نضيف الدفعه الثانيه من الدقيق ودائما نغربلوه باش نساعدو ان الهواء يدخل في داك الدقيق والكيكه تجينا منفوخه اكثر. فكنستمر هكا في خلط داك الدقيق مع باقي المكونات حتى كيف ما قلت لكم ما تيبقاوش عندنا حبيبات ديال الدقيق، وكنحصلوا على عجينه بهذه الكثافه هذه، يعني عجين اللي تيكون خفيف، ما خصش العجينه ديالنا تكون ثقيله، خصها تكون بهذه الكثافه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. صافي غادي الان ناخذ واحد المول اللي انا فضلت انني نرشو بهذا السبراي هذا. اذا ما كانش عندكم غادي ديروا بطبيعه الحال شويه ديال الزبده وترشوا المول ديالكم بالدقيق، اولا تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق. فانا رشيته بهذا السبراي هذا اللي خاص هكا خاص بالمولات باش كندهنوا المولات ديال الكيك، ودرت واحد الورق ديال السلفوغيزي هكا في الاسفل ديال القالب باش ما تلصقليش داك الكيكه. صافي كنعاود رش واحد شويه وتنكب الخليط ديال الكيك. يا من الاحسن ترفعوا يديكم ملي تكونوا كتكبوا داك الخليط. وهنايا عندي انا الفران سخناه على درجه حراره 170 درجه، النار فقط من الاسفل. غادي ندخل هاد الكيك ديالي مده 30 دقيقه. المهم في الاول تيكون النار غير من الاسفل، فين تتقرب الطيب تنشعل عليها من الفوق كتحمر. صافي وتنخرجها ملي تطيب وتدوز داك 30 دقيقه كتكون عندنا بهذا الشكل هذا. فصافي كنخليها كتبرد لي تقريبا واحد العشرة ديال الدقائق، عاد من بعد كنزولها من داك المول وكنديرها فوق واحد الشبكه بهذا الشكل هذا، تنقلبها على داك الشبكه. صافي كنحيد لها داك القاعده ديال المول وكنزول داك البابي سلفوغيزي وكنخليها حتى كتبرد، يعني من الاحسن تقلبوا على الجهه الاخرى، وتنخليوها حتى كتبرد عاد كنزينوها ونقدموها. كيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه 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 بزاف وكتجي لذيذه من اروع ما ياكل. هنا ما كيهمش داك التشققات اللي دارت، فمن بعد غادي غير ندهنوا لها الوجه ديالها نزينوه، ما غاديش يبقاو يبانوا لنا. كيف ما كتلاحظوا انا هنايا درت اسهل طريقه في التزيين، زينت فقط بشويه ديال المربى كان عندي ديال الخوخ اللي مصوبه في الدار، وزينت هكا بشويه ديال الكوك مع الفيرميسيل ديال الشكلاط. والتزيين ممكن ديروا نتوما اي تزيين كتفضلوه، ممكن ديروا لوز مهرمش او كاكاو مهرمش او لوز ايفيلي، يعني تيبقى لكم داكشي على حسب نتوما شنو كتبغيو. صافي كنخليو كيف ما قلت لكم الكيكه ديالنا حتى كتبرد عاد كنزينوها، ومن بعد تنقطعوها وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي رائعه جدا، غزاله، كتجينا طالعه مفشفشه وخفيفه، والمذاق ما نهضركمش عليه، المذاق كيجي من اروع ما يكون. وصراحه كتذوب
في الفم. فكنتمنى فعلا ان هذه الوصفه هذه تجربوها، تستحق فعلا التجربه. وكنتمنى كذلك الفيديو ديال هذا النهار يكون نال اعجابكم، ما يكونش طولت عليكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. ما تنساوش كالعاده الا عجبكم تخليوا لي لايك او لا جيم، اشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا تعمل فائده اكثر واكثر. كنشكركم مره اخرى على حسن المشاهده ديالكم. تهلاو لي فراسكم، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.